السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومع درس جديد المستوى السادس التناسبية اثنان النسبة المئوية ونبدأ على بركة الله قراءة التمرين الأول يعرض محل لبيع الحواسب تخفيضا قدره عشرون في المئة لاحظ الصورة وأجب عن الأسئلة التالية ما هو مبلغ التخفيض عند شراء الحاسوب؟ ما هو الثمن الجديد للحاسوب؟ يعرض محل اخر حاسوبا من نفس النوع ثمنه 8990.60 درهم وبتخفيض قدره 25% اي المحلين يعرض اقل ثمن لهذا الحاسوب اذا باش نعرفو ثمن الحاسوب بعد التخفيض نقوم برسم واحد الجدول قمت برسمه سابقا هنا غنكتبو الثمن الاصلي ثمن الاصلي أو الثمن قبل التخفيض بالدرهم هنا نكتبو مبلغ التخفيض المبلغ اللي غي لنا إلى شرينا الحاسوب والمبلغ ديال التخفيض هو عشرين في وهنا الثمن بعد التخفيض دائما بالدرهم اذا غنقوم بملء الجدول اذا الثمن ديال الحاسوب الاول شحال الثمن ديالو 8500 درهم اذا الثمن الاصلي للحاسوب الاول 8500 درهم اذا شنو هو مبلغ التخفيض غيخفضوا لينا ب 20% اي كل 100 درهم غينقصوا لينا عليها 20 درهم اذا باش نحسبوا مبلغ التخفيض غنتبعوا هذه الطريقه هذه 8500 اكتبوها لكم هنا في الجدول مضروبه في مبلغ التخفيض 20 مقسومه على 100 اذا بعد انجاز العمليه غنلقاو 1700 اذا هذا الحاسوب هذا غنقصوا لينا عليه 1700 درهم اذا بشحال غنحذوه الثمن بعد التخفيض هو 8500 ناقص 1700 اذا كيساوي 6800 درهم إذا هدا هو الثمن نمر الأن الحاسوب الثاني إذا شحال الثمن ديال الحاسوب الثاني الثمن ديالو 8990.60 فاصلة إذا الثمن الأصلي 8990.60 فاصلة إذا مبلغ التخفيض خفضوا لينا بنسبة ديال خمسة وعشرين في الميه أي كل مية درهم غينقصوا لينا عليها خمسة وعشرين درهم إذا باش نلقاو مبلغ التخفيض اللي غينقصوا لينا ناخدو هاد الثمن 8990.60 غنضربو في نسبة التخفيض لي هي خمسة وعشرين في المية أي خمسة وعشرين مقسومة على مية إذا غنلقاو كتساوي ألفين وميتين وسبعة وربعين فاصلة خمسة وستون إذا هذا هو الثمن اللي غينقصو لينا من الثمن الأصلي إذا الثمن بعد التخفيض أي الثمن باش غناخدو الحاسوب هو ثمانية آلاف تسعميه و فاصله ستون ناقص ألفين وميتين و 47.65 فاصلة خمسة وستون إذا كتساوي 6742.95 وسبعمية فاصلة خمسة وتسعون إذا هذا هو الثمن إلا كنا غنشريو الحسب الثاني هذا هو الثمن باش غنشريو إذا في نظركم أي المحلين يعرض أقل ثمن إذا عندنا هذا المحل الأول وهذا المحل الثاني اذا كما كتلاحظوا هنايا شكون اللي كيعرض باقل ثمن اذا المحل الثاني لان 6792.95 درهم صغر من 6800 اذا نكتب المحل الثاني يعرض الحاسوب باقل ثمن اذا سنمر للتمرين الثاني لاحظ المثال وأتمم ملء الجدول التالي تحقق باستعمال محسبة واحد على أربعة تساوي واحد مقسوم على أربعة اللي هي صفر فاصلة خمسة وعشرين عندنا الأرقام الفاصلة إذا هي خمسة على مية إذا دابا واحد على اثنان إذا واحد على اثنان كتساوي إذا باش نلقاوها على مية غنتبعو واحد الطريقة إذا باش نلقاو هنا مية غنضربو اثنان فاش إتنان في خمسون هي مية إذا ضربت في خمسون غنضرب أيضا واحد في خمسون إذا غنلقى هنا خمسون إذا اللي هي خمسين في المية كتساوي خمسين على مية اللي هي خمسون في المية إذا واحد على اثنان هي خمسون في المية اثنان على خمسة إذا انتبهوا معايا اثنان على خمسة تساوي ممكن نقوم بعملية القسمة ممكن نخدمو الطريقة هذه إذا أنا استعملت هاد إذا باش نلقاو مية فين غنضربو خمسة غنضربو خمسة في عشرون ولا بغينا هنايا إلا ضربنا المقام في عشرين حتى البسط خصنا نضربوه أيضا في نفس العدد غنضربوه في عشرين إذا اثنان في عشرون وهنا خمسة في عشرون إذا كتساوي أربعون على مئة إذا هذه هي أربعين في المية إذا ونكتب أربعون في المية دابا تلاتة على أربعة إذا تلاتة على أربعة تساوي إذا إلا بغينا مية فين غنضربو أربعة غنضربو أربعة في خمسة وعشرون وتلاتة أيضا غنضربوها في نفس العدد اللي هو خمسة وعشرون غتعطيني خمسة وسبعين على مية اللي هي خمسة وسبعون في المئة ونكتب خمسة وسبعون في المئة سنمر الآن للتمرين رقم ثلاثة حدد النسبة المئوية للمساحة الملونة في كل من الأشكال التالية إذا بالنسبة لهذا العدد الأول كما كتلاحظوا معي هنا يا غنحسبوا عدد التربيعات أو عدد المثلثات عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذا لتحت كنكتبوا جميع الأجزاء إذا حنا غنحددوا النسبة المئوية إذا عدد الأجزاء الكلية هي ثمانية وعدد الاجزاء الملونة هي اثنان اذا هذا الجزء الملون كيمثل لي اثنان على ثمانية اثنان من ثمانية اللي هي إذن أنا نكتبها لكم النسبه المئويه غناخذ ورقه نأخذها فيها اذا كما كتلاحظوا معايا هنايا عندي هنايا اثنان على ثمانية اذا شنو هي على ثمانية هي واحد على اربعة ممكن نخليوها بهذا الشكل هذا اذا اذا كتلاحظوا معايا فاش غنضربوا 8 باش نلقاو 100 غنحاولوا حنا نختزلوها من الاحسن 1 على 4 اذا كتساوي فاش غنضرب 4 باش نحصل على 100 غنضرب 4 25 و 1 25 اذا كتساوي 25 على 100 اذا كتمثل ليا 25 في المية اذا كتمثل ليا هنا الربع اذا كما كتلاحظوا راه كتمثل ليا الربع هذا الربع الاول الربع الثاني الربع الثالث ربع الرابع اذا هذه كتساوي 25 في المية نمر للدائرة اذا اللي كتلاحظوا معي هنا عدد الاجزاء الملونة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة اذا خمسة على كم على ثمانية اذا خمسة على تمانية كتساوي اثنين وستين فاصلة خمسة في المية من غنقومو بعملية القسمة تعطينا اثنين وستين فاصلة خمسة في المية اذا ونكتب هنايا خمسة على ثمانية كتساوي 62 فاصلة في وبالنسبة للشكل الثالث كيمثل واحد اثنان ثلاثة على ستة أي نصف كما كتلاحظوا معي النص ملون والنصف الآخر غير ملون إذاً عندي ثلاثة من ستة اللي هي واحد على اثنان إذا كتساوي كنضرب اثنان في خمسون وهنا واحد في خمسون كتساوي خمسين على دائما كنحاول نلقى شي عدد على إذا خمسين على هي خمسين في الميه إذا خمسون في المئة اللي هي واحد على اثنان أو أيضا تلاتة على ستة سنمر الأن للتمرين رقم أربعة طلب من عاملة في سوق تجاري تغيير البطاقات التالية وذلك نتيجة الزيادة في أثمنة السلع بنسبة خمسة في الميه اذا عندنا هادو هما الاثمنه باش كانوا كيبيعوا في السوق التجاري وقعت واحد الزياده ديال 5% اي كل 100 درهم تزادت عليها 5 دراهم وحدد الاثمنه الجديده التي ستكتب في البطاقات اذا غنستعملوا الجدول كما استعملناه في التمرين الاول غنستعملوا ايضا هذا الجدول اذا هنا غنديروا ثمن سلع قبل الزياده هنا غنديرو نسبة الزيادة اللي كتمثل خمسة في المية كنفضل من الأحسن أنكم تعملو جدول باش كيسهل عليكم العمل ثمن بعد الزيادة كتكون أمور واضحة إذا الثمن قبل الزيادة غنكتبو هاد الأثمنة هادو عندنا ستمية وخمسة وثمانين فاصله خمسين دائما بدرهم دائما بدرهم هنا بدرهم بدرهم هنايا ربعميه و تسعود درهم ثم ميتين و تمنيه درهم ثم ميه وستين ستين فاصله ثمانين درهم إذا نسبة الزيادة كيفاش كنحسبو نسبة زيادة هو ستميه وخمسة خمسه و تمانين فاصله خمسين مضروبة في خمسه مقسومة على ميه إذا غنلقاو كتساوي ربعة وتلاتين فاصلة ميتين وخمسة وسبعين إذن هذه هي النسبة ديال الزيادة اللي زاد إذن الثمن بعد الزيادة هو الثمن الأصلي زائد هاد الزيادة اللي تزاد إذن ستمية وخمسة وثمانين فاصلة خمسين زائد ربعة وثلاثين فاصلة ميتين وخمسة وسبعين إذن عندي العملية خمسة زائد صفر خمسة سبعة خمسة زائد اثنان سبعة نضع الفاصلة خمسة زائد أربعة تسعة ثمانية زائد ثلاثة إحدى عشر نكتب واحد ونحتفظ بالواحد ستة زائد واحد سبعة إذا سبعمية وتسعة فاصلة سبعمية وخمسة وخمسين إذا هذا هو الثمن نمر عاوتاني هنا نسبة الزيادة نديرو ربعمية وتسعود مضروبة في خمسة مقسومة على مية إذا نحصل على عشرين فاصلة خمسة وربعين إذا نسبة الزيادة هو هذا زائد هذا إذا نغلقه 429 فاصلة 45 ثم بالنسبة هنا نسبة الزيادة 208 ضربه في 5 مقسومة على 100 إذا نغلقه تساوي 10 فاصلة 4 إذا الثمن بعد الزيادة هو 208 زائد 10 فاصلة 4 غلقه ميتين وتمنطاش فاصلة أربعة وأخيرا مية وستين فاصلة تمانين مضروبة في خمسة مقسومة على مية كتساوي تمنية فاصلة صفر ربعة والثمن بعد الزيادة هو مية وستين فاصلة تمانين زائد تمنية فاصلة صفر أربعة نحصلو على مية وتمنية وستين فاصلة ربعة وتمانين إذا هادو هما الأثمنة بعد الزيادة سنمر الآن للتمرين رقم خمسة أحدد الجواب الصحيح مما يلي إذا سبعة وستين من عشرة في المية شحال مثل إذا سبعة وستين عشرة في المية من سبعة وستين غنديرو هكا سبعة وستين مضروبة في عشرة في المية اللي هي عشرة مقسومة على مية إذا من بعد العملية كتعطينا ستة فاصلة سبعة إذا الجواب الصحيح هو هذا فاصلة سبعة سؤال باء خمسين في المية من تمنمية وعشرين إذا عندنا خمسين في المية من تمنمية وعشرين غنديرو تمنمية وعشرين مضروبة في خمسين مقسومة على مية إذا خمسين في المية شناهي خمسين في المية هو هي النص إذا هو نصف ديال تمنمية وعشرين اللي غنلقاو ربعمية وعشرة إذا الجواب الصحيح هو ربعمية وعشرة وأخيرا مية في المية من ستة وربعين يعني مية في المية أي نسبة كلها عندنا مية في المية من ستة وربعين هي ستة وربعين مضروبة في مية في المية أي مية مقسومة على مية تنلقاو ستة وربعين إذا هذه هي النسبة ستة وأربعون سنمر الآن لتمرين رقم ستة لون ستين في المية من تربيعات الشبكة التالية إذا باش نعرفو ستين في المية بعدا خصنا عدد التربيعات إذا نكتبو في الأول تمرين ستة عدد تربيعات إذا نقمنا بع الحساب غلقوا هنا عشرة عندي هنا عشرة وعندي هنا أربعة إذا عشرة نضربة في أربعة لأن كل صف في عشرة عندنا أربعة ديال الصفوف كتساوي أربعون إذا غنشوف شحال كتمثل ستين في المية من هذا الأربعين إذا غنقومو ربعين غنضربوها ستين غنقسموها على كتساوي ربعين مضروبة ستين في المية هي فاصلة ستة كتعطينا ربعة وعشرين إذا غنكون مطلوين أربعة وعشرون تربيعة إذا عندي هنايا عشرة ثم هنايا عشرة هي عشرين وغنضيف ليها أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة إذا هذه هي نسبة ديال ستون في المئة هذه هي النسبة ستين في المئة هي ربعة وعشرين تربيعة سننتقل الآن للتمرين رقم سبعة قرر تاجر تخفيض أثمنة بعض السلع بنسبة خمستاش في المئة فقام بتعديل بطاقات الأثمنة التالية إذا مثلا السلع اللي كتباع بخمسة وربعين درهم بتمنية وتلاتين اتباع ب 38.25 درهم بالنسبه هنايا 210 ولكن حنا ما متاكدينش واش هذه النسب صحيحه او لا, لا ديال 15% التخفيض اذا غنحاولوا نحددوا البطاقه الخطا ونصحوها اذا غنقوم برسم جدول كما خدمنا في التمرين الاول والسادس اذا نكتب هنا الثمن قبل التخفيض بالدرهم هنا نسبة التخفيض اللي هي خمستاش في المية ثم هنا الثمن الجديد أي بعد التخفيض إذا هنا غنحاول نكتبو هذه الأثمنة قبل التخفيض إذا شحال عندي هنا خمسة وربعين درهم عندنا خمسة وربعين درهم وعندنا ميتين وعشرة عندنا تمانين درهم وعندنا ستين درهم إذا نسبة تخفيض خمسطاش في أي خمسة وربعين مضروبة في خمسطاش مقسومة على مية كتساوي لينا ستة فاصلة خمسة وسبعين إذا الثمن الجديد هو خمسة وربعين ناقص ديك النسبة اللي خفض لينا ناقص ستة فاصلة خمسة وسبعين إذا كتساوي ثمانية وتلاتين فاصلة خمسة وعشرين إذا كما كتلاحظوا هنايا ثمانية وتلاتين فاصلة خمسة وعشرين إذا هادي صحيحة ندير واحد العلامة بأنها صحيحة غنمرو نسبة تخفيض بالنسبة لميتين وعشرة درهم إذا غنكتبو ميتين وعشرة نضربها في خمسطاش في المية اللي هي صفر فاصلة خمسطاش غنكتبو بهاد الطريقة إذا كتساوي واحد وتلاتين فاصلة خمسة إذا ما هي الآن الثمن الجديد الثمن الجديد هو ميتين وعشرة ناقص واحد وتلاتين فاصلة خمسة إذا كيساوي مية وثمانية وسبعين فاصلة خمسة نشوفها صحيحة إذا صحيحة حتى هذه عندنا مية وثمانية وسبعين فاصلة خمسة المرة البطاقة الثالثة ثمانين إذا نحدد نسبة تخفيض ثمانين مضروبة في, في صفر فاصلة خمستاش إذا كتساوي اثناش إذا الثمن الجديد هو ثمانين ناقص اثناش كتساوي ثمانية وستين درهم إذا تأكدوا حنا تسعود وستين درهم إذا هذه خاطئة إذا الثمن الجديد هو ثمانية وستين درهم اذا بالنسبه لهذه 68 درهم هذه صحيحه وهذه صحيحه واخيرا بالنسبه ل 60 درهم الثمن نسبه التخفيض هي 60 ضربه في النسبه ديال التخفيض اللي هي 0.15 اذا كتساوي 9 الثمن الجديد غنقصوا ديك النسبه ديال التخفيض اللي هي 9 اذا كتساوي 51 درهم اذا صحيحه هذه صحيحه اذا بالنسبه اللي كانت خطا هي هذه عوض 69 خصها تكون 68 سننتقل الأن للصفحة الموالية يتقاضى موظف أجرة شهرية قدرها 6200 درهم يصرف منها سبعون في ويوفر الباقي مثل على الشريط التالي بعد نقله إلى دفترك ما يصرفه ما يوفره هذا الموظف إذا غنستعنو بواحد الورقة نقوم بالتسطير ديال واحد الشريط يكون الطول ديالو كيمثل ليا عشرة سنتيم باش كل واحد سنتيم كتمثل عشرة في المئة إذن هي عشرة سنحاول نجزئها واحد سنتيم اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وأخيرا عشرة نزل هنا يا. أرسمه. واحد سنتيم. ثم نقوم برسم الشريط أيضا. يكون الطول ديالو عشرة سنتيم. إذا فقط أنا قياسات هنايا واحد اثنان سنتيم ثلاثة سنتيم أربعة سنتيم خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وأخيرا عشرة. إذا كلها واحد سنتيم كيمثل ليا عشرة في المية إذا هذه كتمثل نسبة عشرة في المية إذا ما هو المبلغ الذي يوفره هذا الموظف إذا كما كتلاحظوا شحال كيصرف كيصرف سبعين في المية بالتلوين ديالها إذا عشرة عشرين تلاتين ربعين في المية خمسين إذا هذا هو النسبة اللي كيصرفها الموظف واللي كتمثل ليا سبعون في المائة. اذا بغينا المبلغ الذي يوفره هذا الموظف اذا غنخدمو هنا بطريقتين غنكتبو الطريقه الاولى طريقه واحد اذا هذه كيمثل الاجره الشهريه هذا التمثيل هذا كيمثل الاجره الشهريه اذا سبعين في ما يصرفوه اذا الا كان كيصرف سبعين في المية شنو اللي بقى ليا شنو كيمثل مثلية ما يوفره ما يوفره اذا شحال يوفر هذا الموظف ليقولنا كنا واحد سنتيمتر ماذكات مثلي عشرة في المائة اذا هنا عشرة في المية زائد هنا عشرة في المية وهنا عشرة في المية. اي نسبة 30% في اذا يوفر 30% في المية من الاجرة الشهرية ديالو اذا نخدموا الطريقة الاولى المبلغ الذي يوفره هو ستالاف وميتين درهم غنشوفو شحال تلاتين في المية شحال هي تلاتين في المية من هاد المبلغ إذا غنضربوها في تلاتين في المية هي تلاتين مقسومة على مية حيت كيما كتلاحظو هنا في هاد الخطاطة هادي أو هاد التمثيل اللي كيوفرو هو هاد النسبة هادي اللي كتمثل ليا لي في المية إذا كتساوي ليا ستالاف وميتين مضروبة في صفر فاصلة تلاتة كتساوي ألف و 860 درهم اذا هذه هي المبلغ نخدمو دابا الطريقه الثانيه الطريقه الثانيه غنحسبوا المبلغ الذي يصرفه اذا المبلغ الذي يصرفه هو 6200 غنكتبوا ما يصرفه الموظف اذا 6200 مضروبه في 70 هي 70 على 100 اذا كتساوي 4340 اذا هذا الشيء هو اللي كيصرف اذا داكشي اللي كيوفر هو الاجره الشهريه ديالو ناقص ما يصرفه اذا ما يوفره هو اذا شحال الاجره الشهريه ديالو 6200 درهم ناقص 4340 اذا لقمنا بعمليه الطرح غنلقاو 1860 درهم اذا هذه هي الطريقه الثانيه اذا هذا الشيء اللي كيوفر الموظف 1860 درهم اذا ما يوفر هو 1860 درهم سننتقل الان الى التمرين رقم تسعة اتمم ملء الفاتوره التاليه اربع وجبات سمك 21 درهم للوجبه ثلاث خبزات 1.40 درهم للخبزه المجموع ثم واجب الخدمه اذا بغينا الواجب اللي غادي يخلص الزبون اذا غنخدموه وجبات وجبات السمك ربعة ديال الوجبات اذا ثمن الوجبه واحد 21 اذا غنحسبوا مبلغ ديال الوجبات بثلاثة عفوا بربعة اذا ثمن أربعة وجبات سمك اذا شحال هي واحد 21 درهم مضروبه في ربعة اذا كتساوي 84 درهم من بعد غنحسبو المجموع ثلاثة الخبزات واحد فاصلة ربعين درهم للخبزة إذا ثمن ثلاث خبزات إذا هو واحد فاصلة ربعين مضروبة في ثلاثة إذا كتساوي أربعة فاصلة اثنان درهم واجب الخدمة إذا كل مية درهم خصنا نخلصو عليها خمسطاش درهم اذا غنخليوها حتى من بعد غنحسبوا هنايا غنكتبوا اربع وجبات سمك هي 84 درهم باش نحسبوا هنا المجموع باش نشوفوا شحال غيخلص الواجب ديال الخدمه ثلاثه خبزات المجموع ديالهم هي 4.2 دائما الوحدات تحت الوحدات 4.2 اذا غنحسبوا المجموع 2 4 نديروا الفاصله 4 زائد 4 8 88.2 درهم اذا المجموع هنايا 84 درهم وهنا ربعة فاصلة جوج المجموع تمنية وثمانين فاصلة اثنان درهم دابا غنحسب واجب الخدمة إذا واجب الخدمة هو داكشي اللي خلص تمنية وثمانين فاصلة جوج غنشوفو آه شحال غيخلص عليه مضروبة في خمسطاش في المية أي خمسطاش على مية إذا كتساوي تلطاش فاصلة تلاتة وعشرين درهم إذا هذا هو واجب الخدمة تمنية وثلاثين فاصلة جوج مضروبة في خمسطاش على مية إذا كتساوي تلتاش فاصلة تلاتة وعشرين إذا غيخلص تمن ديال هاد الوجبات اللي, اللي خداو وزيد عليها تلتاش فاصلة إذا غنقوم بحساب المجموع إذا هنا تلاتة اثنان زائد اثنان أربعة فاصلة ثمانية زائد تلاتة إحدى نكتب واحد ونحتفظ بالواحد 8 زائد 1 9 زائد 1 10 اذا هذا هو الواجب الاداء ديالو هو 101 درهم فاصلة 43 اذا 101 فاصلة 43 درهما سننتقل الان الى التمرين رقم 10 تحتوي قطعة الشوكولا على 6% من الحليب و15% من الكاكاو و30% من السكر ما هي كمية الحليب والسكر والكاكاو بالجرام الموجودة في قطعة شوكولا كتلتها 150 جراما تحقق باستخدام المحسابة إذا نحسب كمية الحليب السكر والكاكاو إذا نكتب كمية الحليب حلو. حلو. كمية الحليب الموجودة في قطعة شوكولا كتلتها مية وخمسين جرام إذا شنو غنديرو عندنا الشوكولا شحال كتمثل نسبة ديالها ستة في المية إذا غنديرو مية وخمسين مضروبة في ستة مقسومة على مية إذا كتساوي مية وخمسين مضروبة ستة في المية يصير فاصلة صفر ستة إذا كتساوي تسعة غرام إذا هذه هي كمية الحليب غنمشيو الآن لكمية الكاكاو إذا كما كتشوفو هنا كمية الكاكاو شحال كتمثل ليا خمسطاش في المية إذا غنديرو مية وخمسين كتلة ديال قطعة الشوكولا غنشوفو شحال فيها من غرام من الكاكاو اذا غنضربوها في النسبه اللي كتمثل الكاكاو اللي هي 15 على 100 كتساوي 150 مضروبه في 15 في 100 هي 0 فاصلة 15 اذا كتساوي 22 فاصلة جرام واخيرا كمية السكر اذا كمية السكر هي 150 مضروبة نسبة السكر ثلاثين في المية إذا ثلاثين مقسومة على مية كتساوي مية خمسين مضروبة في صفر فاصلة ثلاثة إذا كتساوي خمسة وأربعين غرام إذا هذه هي النسبة تسعة غرام اثنين وعشرين فاصلة خمسة وخمسة وأربعين غرام من السكر سننتقل الآن للتمرين رقم إحدى عشر يمثل المخطط القطاعي التالي أنماط وسائل تنقل تلاميذ مدرسة انقل الجدول وأتمم ملء الجدول ثم نتحقق إذا كان الجدول جدول أعداد متناسبة إذا نحاول نقيس الزوايا باستعمال نصف دائرة إذا في الأول شنو غنديرو نحاول نمددو هذه هاد. الخطوط هذه باش الزوايا غتسهل علينا يعني العمليه اذا غنبداو بهذه ديال 25 في المية اذا لا ما غادي أه نحسبوا غنعرف نتاكدوا بالمنقله اذا كما كتلاحظوا كتمثل لي عفوا باستعمال غنتحقوا بان كتمثل لي زاويه قائمه اي الربع ديال الدائره اذا الربع ديال الدائره هو خمسة 25% في لان الدائره القياس ديالها الا جمعنا هذا غنصيفو على القوم مية في المية إذا هذه لبس خمسة وعشرين في المية كتمثل ليا تسعين درجة درجة تسعون درجة إذا غنمرو للرجل إذا الرجل هنا عندي ربعين في المية غنحاول نقيس بإستعمال المنقلة إذا كنوضع الرأس هنايا وكنحسب القياس من هنايا صفر تال هنايا إذا كما كتلاحظو معايا هنايا شحال هو دي هنا مية وربعين مية وحد وربعين مية وثنين وربعين مية وثلاثة وربعين مية وأربعة وربعين إذا مية وأربعة وربعين درجة إذا نكتبه مية وأربعة وربعين درجة غنمر الآن عطاونا خمسطاش هادي ديال خمسطاش كتمثل ربعة وخمسين درجة غنشوفو عشرين في المية إذا عشرين في المية هي نص. ديال ربعين في المية إذا بلا ما نحسبو غنلقاو النصف ديال مية وربعة وربعين هو تنين وسبعين ممكن نحسبو اذا كنبداو من هنايا كما كتلاحظوا هنايا هذا الخط هذا خصو يكون مع الصفر اذا غنحسبوا 70 كما كتلاحظوا هنا الصفر 70 71 72 اذا 72 درجه تحقق من ان الجدول هو جدول اعداد متناسبة اذا كيفاش كنتحققوا دائما كنقوم بقسمة أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول إذا إلا قمنا بالقسمة غنقسمو ربعة وخمسين على خمسطاش هذه لي عطاونا ألقاوها كتساوي تلاتة فاصلة ستة ألقاوها كتساوي أيضا مية وربعة وربعين مقسومة على ربعين كتساوي أيضا تسعين مقسومة على خمسة وعشرين كتساوي أيضا عشرين اثنين وسبعين مقسومة على عشرين إذا غلقوهم متساويين إذا الجدول هو جدول أعداد متناسبة نكتب الجدول جدول أعداد متناسبة معامل التناسب هو دائما عدد السطر الثاني لعدد السطر الأول هو ثلاثة فاصلة ستة اذا شكرا على تتبعكم وموعدنا مع درس جديد ان شاء الله